شيخ نبيل، عرف اسمك. نبيل فتحي شمردل. حاصل على بكالوريوس علوم قسم رياضيات دفعه 90. اعتقلت سنه كام؟ 93. ما سبب اعتقالك؟ سبب الاعتقال اسباب تعسفيه، ان انا كنت بقوم بدورات تحفيظ ودروس في المسجد بدون اذن امن الدوله وكده. طب انا علمت ان حضرتك النهارده كنت عند قضاه العدل بتقدم بلاغ ضد مين وايه الموضوع؟ ضد الضباط اللي اعتقلوني. الصوت شويه. ضد الضباط اللي اعتقلوني، وعلى راسهم كان عماد صيام واشرف عزام. واخر من قام بتعذيبي ايضا في قسم الحدائق، حدائق القبه، هيثم عبد الباري، وكان شهرته محمد سمير. نبذة عن اساليب اللي حدث معك في التعذيب في السجون. التعذيب معروف قرارات امن الدوله وفي السجون. في معروف التعذيب يبقى التجريد كامل من الملابس، والتعذيب بالكهرباء، والتعليق، والكلبشه خلفي، والتغميه، والضرب والاهانه بكل انواع يعني، وبتبقى ايام وليالي يعني. يعني قعدت قد ايه في امن الدوله في اللزوغني؟ اختلف في اوقات، هي فتره الاعتقال 17 عام. وكانت بتختلف الافراجات، بتنزل بيحدث تعذيب وبيحدث. يعني عايز الفتره الاولانيه بتاعت التحقيقات، ايه اللي حدث فيها؟ دي طبعا بتبقى فتره استثنائيه، وبيبقى التعذيب فيها شديد جدا جدا، تعذيب خلفي ووضعك تحت بير سلم، وبيبقى تضييق في كل شيء. زي ايه؟ التجريد والتعليق. كهرباء بيعريك، والكهرباء بيبقى في الصدر، بيبقى كهرباء في كل اماكن الجسم. تعذيب تعليق، كلبشه خلفي، ضرب واهانه بكل الانواع، حتى بيضع الحذاء فوق الراس، والضرب بالحذاء على الراس، وهكذا. في ضباط معينين يعني بتتهمهم بالتعذيب؟ كتير. كان على راسهم عماد صيام واشرف عزام، وكان في عمر عطوه، فلان الفلاني فرع، وكان في عمر عطوه دوا كان بيقود. نبيل صيام ده فين؟ ضابط ايه؟ نبيل عماد صيام ده كان ماسك الساحل، رئيس فرع امن الدوله فرع الساحل. الساحل ايوه. ومين تاني؟ وكان في اشرف عزام المعاون ليه، واخر كان موجود في الحدائق مقام بتعذيبي اللي هو هيثم عبد الباري دوله. فرع ايه ده؟ فرع الحدائق. امن حدائق الدوله برضه. امن الدوله. وكان من اللي بيعذبه في السجن اللي كان بيمسك المصلحه عمر عطوه. وكان في محمود ايوب ده ضابط مباحث، اشرف رشاد، احمد رشاد ده ضابط مباحث، محمد صالح ده ضابط مباحث، دي قاموا بتعذيبي في الوادي الجديد. ايه بقى صح فكره الوادي الجديد دي وما حدث في سجن الوادي الجديد؟ كان على راس هذه منع كل شيء حتى المصحف. سنة مصحف كام يا عم نبيل؟ بدات من 95 شهر 2 لحد ما الفترات الاخيره كان بتختلف، لكن المصحف اتسمح بيه في 2002. الفتره دي كلها اتسمح، كان ممنوع، ولو احد وجد معه ملزمه من القران كان بيقام بتعذيبي، ومن اللي اتى ليك بهذا الملزمه او المصحف او هذه الاشياء يعني. وكان بيبقى التعذيب وتجديد، وقاموا بحرق المصاحف امامنا وباهانه المصاحف قدامنا. السجون اللي مريت بيها يا عم نبيل ايه وايه وايه؟ كان على راسها، واشد مكان فيها هو العقرب، الوادي الجديد، لمن ابو زعبل على يد وليد فاروق. وليد فاروق ده ظابط ايه؟ ده ظابط امن دوله. موجود، كان ماسك منطقه ابو زعبل والمرج، وده كان مشهور لدى مئات بل الالاف، يعرفون وليد فاروق وما قام. يعني انت من ضمن الضباط اللي متهمهم بالتعذيب وليد فاروق؟ وليد فاروق. بس لا اعلم هذا هو الاسم الحقيقي ام الحركي، لكن قلت لهم في مئات يعرفوه واعرفوا الشبه، لان لا يوجد غيره يعني. يعني انت لو شفته تعرفه يعني؟ نعم اعرفه. مين من الضباط تاني عم نبيل ذكرتهم في محضر التعذيب؟ هو دول كان على راسهم يعني، لان كان كثير، وهو المستشار قال لي يا ريت يعني تحصر لي اسامي معينه عشان العمليه ما تبقاش كثير. ما هي الحاله الصحيه بعد خروجك من السجن، او الحاله الصحيه؟ لا طبعا انا جاني الامراض اللي كنت تعاني منها، السكر، الضغط، الرب. كل هذه الامراض نعم اعاني منها، وكان طبعا يعني ما زالت مخلفه عندي يعني هذه الاثار بعد الخروج يعني، واعاني من هذه الامراض. عبد النبيل الحمد لله على السلامة. لسه من شهر 3 يوم 23/3/2011 بعد الثورة المباركة. بعد الثورة يعني. نعم. الحمد لله على السلامة عبد النبيل. جزاكم الله خيرا وربنا يتقبل منا. جزاكم الله خيرا. الله يسلمك.